واللي دايما بتوحد الأمة العربية القضية الفلسطينية. هو العدو الواضح والظاهر للشباب المسلم والشباب العربي. عدو ظاهر، ما تدخلش في تفاصيل أخرى جانبية. ودايما الواحد، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في وصايا بتكتبها قبل الموت. أنا من ضمن الوصايا اللي كاتبها إن التيشيرت اللي عملته تعاطفا مع غزة يكون معايا في الكفن. Boutrika ce soir, notre invité d'honneur lors de cette 15e édition du Ballon d'Or. Merci Mohamed Aboutrika, merci.